فمثل ما قلت لك كل شيء لازم يكون مرتب. كل هاي الملاحظات بتعملها. حاضر. صباح الخير فيكي. بدي كل شيء يكون جاهز. ايه اخي. لازم تحضروا كل الوجبات وبسرعة كمان. شو ما اجت؟ لا لسه ما اجت. ايه. هيك تمام. خليك معي. فضل. مهيك اليوم راجع لعندي. ساعديني. خليها تبقى معي. بترجاكي ساعديني. رجاء. مهيك وأخيرا. أنا أجيت. بس شايف إنه ما عندك أخلاقيات الشغل أبداً يا ست مهيك. أنتي متأخرة بأول يوم. لازم تصيري تجي بالوقت المحدد بالأيام الجاي. فيكي. هذا العقد بيوضح كلامي انك لمدة شهر لازم تشتغلي بمطعمي. رح تكوني عندي موظفة لشهر. لمدة شهر رح تنفذي الكلام اللي بقوله. واهم شيء انه مطعمنا ضروري يفوز بمسابقة دلهي السنوية اللي رح تنعمل بالشهر الجاي. بمجرد ما توقعي العقد اللي معك ما عاد فيكي تتركي بنص الفترة المحددة ابدا. اخي يعني انت هيك عم تحط حمل كتير تقيل علي. ماني طباخة شاطرة مثل المفكر وما رح اقدر ساوي هيك. بس حاول تتفهم وضعي يا اخي. انا بعرف شو لازم ساوي منيح. انت بس وقعي على هالوراق هدول وخليني اقلك انا ماني اخوك. هون بينادولي استاذ. هي ثقافة العمل. لهيك بتمنى تناديني استاذ مثلهم. ايه اخي. ايه استاذ. فيكي اذا تاخرت بكره بتخصم لها من راتبها فورا. بس هي بعرف فاندانا عنا بسبب ظروف خاصه فيها كثير. بس القوانين بتطبق على الكل. روح ورجي فاندانا على المطبخ وخليها توقع على اوراق العقد كمان. حاضر اخي. تعالي معي. جربت كل شي لخلي ذاكرتك ترجع لي بس ما
ما زبط معي شيء. المطبخ هو أملي. يمكن هي الطريقة اللي رح تغير حياتي. شوري، مهيك ما فيها تفرقنا. أول شي دفشت عن الجسر، هالمرة رح أدفشها قدام باص أو قطار مشان تنام، ورح خلي ابنك نيف الغالي يموت موتة رح توجع القلب. خلوني شوف بتخلص هاي بعدين هديك. ماشي، لا تكتر، كله تمام، كملي. بتمنى نيف ما يعمل مشكلة. أنا دائماً بساعد أمي بشغل المطبخ وبشتغل كتير منيح. أعطيني شي شغلة لحتى ساعدك كمان. بطل، أنا رح أعطيك شغل. ضحكتك كتير حلوة. إمتى ما بيجي زبون بدي ترحب فيه مع ضحكة، منيح؟ إيه، رح رحب بكل واحد بيجي ورح قل له أنا شرفت المطعم يا عمي. يلا تفضل كل الفطاير واستمتع. طلع هونيك. شرفت المطعم عمو. شكرا. تفضل كل الفطاير واستمتع. أهلا وسهلا فيكم. تفضلوا ارتاحوا يا أهلا وسهلا. شكرا. شكرا. شو اللي عم بيصير؟ ليش عم بتخلي نيف يشتغل بشحنة الأكل تبعنا؟ متأكد أنك حطيتي أنت وشوريا خطة جديدة لتخلوا مهيك ترجع لنا ما؟ ليك، أول شي نيف ما نو عامل، هو مصدر سعادتنا. كلنا مبسوطين لأنه موجود بحياتنا. وشغلة تانية، مهيك تركته هون مشان، آسف، فاندانا، مشان تشتغل بالمطعم هاد. رح تاخده لما تخلص شغل، وإذا ما بتحب وجوده معنا رح أخده لعنده فوراً وإلا تاخده. لحظة، استني، خليه يلعب. رح روح جيب الزيت لك. دكتور تعال بسرعة، صحة أرشي كتير. أرشي، أرشي، شو عم تعملي؟ لك أرشي، شو صار لك أنتي؟ أنا ما صار لي شي، بس هاد حبي. جهز لي هدول، خود. ايش هدول؟ كل شي صار أخي فيكي؟ لا تاكل. معلش بس لحظة، اللي أي نوع من الخضرة بحاجة لهيك سكين؟ هاي مو مشان الخضرة، هاي للحمة. لحمة؟ ايه؟ بس أنا شخص نباتي. لا تاكليهم، ليش ما بتستخدمي هاي السكين؟ ماشي؟ ماشي. لك لا 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 يا شوريا. مهيك رح أرجع وقتلك مرة تانية، وهي المرة للأبد. وأنا رح أتأكد إنك ما رح ترجعي تعيشي، لأني رح أحرق جثتك. مستحيل تبعدي شوريا عن حياتي. اهدي أرشي، أنا بوعدك إنه شوريا رح يرجع لك، بس أنت اهدي شوي. خلص، لا تقلي اهدي هلا بابا. رجعلي شوريا، ما بدي أخسره، ما بدي شي تاني، ما عندي غير هالطلب. أنا آسفة، بعتذر. يلا كمل على شغلة. ما
هي صارت جاهزة. برأيي تحضر اللي بقيوا، ترك هدول أنا بساويهم ماشي؟ ألو وايت تشيليز، أعطي التليفون لشوريا. بعتذر منك لأنه هو مشغول هلا. أنت ما بتفهم؟ كيف بتتجرأ؟ بدي أقول له لشوريا يطردك من الشغل بس حاكي، رح دمر لك حياتك، استنى وشوف نهايتك. استني شوي، جاي الدكتور، لوين رايحة؟ مدام احنا تاخرنا كثير اليوم، تناسق صلصه اللفت منيحه؟ تاخرنا كثير على الزباين. صلصه اللفت ما بعرف اعملها. معلش شوفيها شوي بس. حط من صار مره السلطه ما جهزتها. لازم تضل عم تحركهم، يلا بسرعه. شو عملتي؟ شو عملتي؟ استخدم هي، قلت لك اني ما بعرف ساوي كل هدول الشغلات. ولا يهمك، انا رح ساويها. بتمنى تجربتك يمشي حالها قبل ما تصير الاضرار كبيره. حاضر، وبعدين بعطيك شويه خيار. انا بعرف انه عندها شبه كبير مع مهي. يلا يلا حاضر استاذ. بس اخي ما عندها ميزه مشتركه مع مهي. استاذ انت قلت انه رح يكون سهل علينا كتير نعمل هالاطباق الغريبه بعد ما تجي، بس عم تاخذ ضعف الوقت لتخلص مهمه بسيطه لك ما بتعرف شي عن المطبخ. بيأسفني اقول لك انه هي ما بتعرف اي شي. فيك تروح. بتعرف فيكي؟ اه. بدها ضغط، بتتألق تحت الضغط. من قبل عملت احسن اداء لها خلال الشغل تحت الضغط. جاهلني هلا بده يعني بعيده ويتقرب من مهيك. انا رح ورجيكم. نيف فهمت شو بدك تساوي؟ انا بعرف شو لازم ساوي منيح لاني ذكي كثير وبفهم على الطاير وبعرف اتصرف، لهيك فهمت. ايه ممتاز، بس انت يا ترى رح تعرف تمثل منيح؟ ايه انا بمثل كل يوم وما حدا بيكشفني، بس لازم تشتري لي كثير بس خلص. خلص ورح اشتري لك قد ما بدك، بوعدك. نظف كل شيء هون ولا تترك شيء ابدا. يعني
شو في داعي لأعمل موديل منها؟ كلها قماشة وقال بدها طوي. سخافة. نظف هنيك كمان، بدي كل شيء عم يلمع وبسرعة كمان. يلا لشوف. نيف بتقدر تبلش؟ يلا اتركوني، بدي اروح لعند امي هلا. نيف؟ امي؟ هذا صوت نيف. علي صوتك. بدي يلا اروح لعند امي هلا. شوريا ليش ما في يروح لعند امه ويشوفها كم دقيقة؟ يعني ليش كل هالقسوة هي؟ ما رح اسمح بالتسيب، انا مطعمي في له قوانينه. اسف نيف، انت ما فيك تشوف امك هلا. نيف، نيف، أمي، نيف. أنت شو عم تساوي هون؟ لو سمحتي رجعي على شغلك. الولد عم يصرخ بصوت عالي، لو سمحت خليني أحكي معه دقيقة. لكن شوفي لقلك، رح أقول لكل الموظفين هلأ يرجعوا على البيت ويجيبوا كل عيالهم معهم لهون على الشغل. منيح هيك فاندانا؟ ما فيك تشوفي نيف هون لأنه في قوانين كتيرة. لكن اسمع، أنا ما عاد رح أشتغل هون بعد هلأ. كان لازم أعرف من الأول أنه شغلك بالبيت وبس، لأنك بالأساس من الطبقة المتوسطة. عقليتكم بسيطة وعادية، أنتوا من الطبقة المتوسطة. أمي خديني، بدي روح معك. أمي خديني، بدي روح معك. أمي خديني، بدي روح معك. نيف تذكري يا فاندانا أنه حسب العقد اللي وقعتي عليه القوانين اللي رح تمشي، ما فيك تتركي الشغل إمتى ما بدك. إذا جربتي تعملي هالشي بالغصب خلص اهدأ ابني، فرح ذكرك أنه ماندار رح يضل بالسجن بسببك، ورح أتصل بالسيد المحامي وقل له أنه ينسى القضية. شو قل له؟ أمي بدي روح معك، تعالي خديني بقى. خالتي خدي نيف من هون لو سمحتي، عم يوجع لي راسي. ما بصير هيك نيف ابني. لا تزعل، شوي وبيجي لعندك. ايه ولوقتها انت خليك ولد شاطر كتير ولعب مع الخالة كانتا. ايه امي خديني، بدي روح معك فورا. مو مشكلة ابني، امك ما رح تتأخر كتير. تعال نعمل بطاطا. يلا خليك عم تبكي، خليك. ولك شيء، طلعت ممثل موهوب كتير. أنا قلت لك من الأول أنا ممثل وما حدا بيكشفني. كتير حلو، كتير حلو. كل همه مصاري والمطعم، كرمال الشغل عم يخليني بعيدة عن نيف. ما بيصير أبدا. شو هالقانون هاد؟ لما ببلش بكي ما عاد بياكل شي وما عاد بيسمع من حدا. وينه؟ وين راح؟ تريدي شي تاني؟ تفضل. لا شكرا. ما عاد شفته. أنا بدي روح على البيت فورا. جيب لي هدول من هنيك. يلا فورا. كثير صار قليل. تعال لعندي أنت، روح رتب هنيك بسرعة. الواحد ما بينجح بالتصرف بذكاء، لازم الواحد يعمل منيح، وهذا الرجال عم يبعدني عن ابني نيف. مدام صلصة اللفت للمعكرونة لازم نعملها فورا. ايه ايه بعرف. خدي هي الوصفة. اللي بيشتغلوا بسرعة رح ياخدوا استراحة، انتو ما رح تتركوا مطبخي ابدا بهي البساطة. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. روح على هديك الطاولة. شو بدك انت؟ بدنا ناكل. ايه عندنا كل شيء، انت لا تقلق رح ننزل لك. استاذ لازم نقدم هاي المعكرونة على الغدا، منكون كتير مناح اذا بتجهز قبل العشاء. هي ما بتعرف اي شيء،
ما فيها تشتغل بهيك سرعة بطيئة بمطعم مثل هاد. بهذا السباق هي لازم تعرف تدمج بين اثنين، تعرف؟ هي عم تشغل عقلها، بقيان تشغل قلبها، وبعدين أكيد هي رح تجمع بين الاثنين، التوافق والسرعة، وتخلص المهمة. ولا يهمك، لا تقلقي ابدا. اعطيني هديك الحبه. هي؟ لا الثانيه. هي فوق. ايه تعمليها هيك. وهي كمان. ايه كل اللي عم تشوفيه هلا هو شيء مو معقول. شكرا مهيك، بسببك عشت انا واملي. خالتي متاكده انه امي اللي رح تفوز هلا؟ يعني معقول امك تخسر؟ اكيد امه لنيف رح تفوز اكيد. بس ليك اسمع، انت ما لازم تحكي هذا السر لحدا ابدا. ماشي؟ شو عم بيصير؟ هادي اللي صار. ليش ما جابها لهلا؟ رح اطلك من هلا. انا من ليك نمشي؟ شو يلي عم بيصير؟ شو هالحيلة الجديدة اللي بدك تعمليها يعني؟ لا ما في شيء من هاد. لك يا عمي، أنت ما بتعرف شو يعني كلمة سر، هلا ما رح يضل اسمه سر؟ إذا نحن خبرناك شو هو صح؟ سر شو؟ إيه ليك نيف، هلا إجا زبون، روحوا اسألوا شو بده. يلا. غريب؟ ما في شيء غريب. كانتا واثق إنك عم بتخططي لشيء. لا ما عم نخطط لأي شيء، ما في شيء بنوب. سلينا من المشوار. شكرا إلك. بدنا بضاعة. نيف وينه يا ترى؟ مهيك بظن انك رجعتي للعبة. استاذ بظن انه مثل الطبق الاصلي، رجاء ذوقه وقلنا كيف طعمته. خليني ذوق. بس المظهر لا، شو نسيانين انه لازم نطبخ 7 اطباق اليوم؟ في عنا شغل لازم نخلص بكير، مفهوم كلامي؟ مفهوم. يلا على الشغل يا فاندانا. انا قيمت الطبق اللي ساويتيه، لازم تنتبهي لهون مزبوط؟ انتي هلأ خلصتي شغلك، خدي استراحة، معك 3 ساعة مو أكتر، فيكي تروحي للطاولي. هذا الطبق كتير منيح، تعتمدوه. نيف
هون. اليوم انت رح تموتي مهيك، ومعك كمان حب شوريا إلك رح ينتهي معك وللأبد. انت رح تموتي. لا يا عمي، ما عنا وقت كتير. بقلك شو نعمل نيف؟ شو بدك تعمل؟ اللي شو بدك تعمل؟ بسبب القوانين تبعك ابني بهاي الحالة، كله بسببك انت نيف. إذا بيصير له أي شيء لابني نيف، أنا ما رح سامحك أبداً على هذا الشيء، فهمت؟ نيف ما رح يصير له شيء، على مسؤوليتي. فيكي جيب السيارة بسرعة. يلا أخي. نيف مهك استعجلي. نيف مهك. نيف تاي. نيف انتبهوا انتبهوا عليه. أبي مو معقول. أرشي أبي عملت غلطة كبيرة. يلا بعده بسرعة. يلا على مهلكم. نيف بعده لو سمحت. شوي شوي بسرعة. دكتور انت لازم تنقذ الولد. دكتور بترجلك انقذ ابني، بترجلك ساوي اي شيء بس ساعده. دكتور شلون هيك؟ ارتاحي بنتي ارتاحي. نيف اشربي. نيف نيف لا تبكي بنتي. نيف ما رح يصير له شيء ابنه، هو ولد كتير قوي. انت مو امه معناها لازم تكوني قويه. خالتي هلكي شو صار بنيف؟ خالتي أنا كنت متوقعة كيف ما بده يصير هيك وانتي موجودة. بالأول زوجي بسببك فات بغيبوبة، وهلأ ابني بالسجن، وهي نيف فوتيه على المشفى. كيف ممكن يكون هذا الشيء بسببي يا خالتي؟ أنا شو عملت؟ صدقيني لو كان الموضوع بإيدي كنت ضحيت بحياتي لأنقذ عمي وما كان صار له شيء، وكنت نطيت قدام السيارة لأنقذ نيف وكمان ما يصير له شيء. بس انتي ما عملتي هالشي مو هيك؟ كل هذا بسببك يا مدام. انتو شلون رح تساعدوا نيف إذا عم تتخانقوا سوا؟ يمكن يكون عندكن خلافاتكن
بس هلا المهم هو نيف، واكيد نيف هو رح يقوم بالسلامه. اطمنوا بس، اهدوا شوي. كانتا هذا اتصال مهم، هلا برجع. طولي بالك شوي بنتي، لازم تهدي. شو ساوي يا خالتي؟ فيكي اسمع، ايه؟ رح تروح وتجيب لي لقطات كل الكاميرات من المطعم. ماشي اخي، بسرعة. يلا روح. ارشي ارشي، أرشي أرشي، شو عم تعملي أنتي؟ أمي بابا، ما عملت هالشي عن قصد، هذا الشي كان عن غير قصد بابا. أنا كل اللي بدي إياه أني بعد ما هيك عن طريقي، بس صدقني ما بعرف كيف طلع نيف قدامي بابا، أنا ما شفته، ما بعرف شو ساوي. أرشي أرشي بنتي، تعالي لهون، أمي عدي. هلا اسمعي، بدي اياكي تركزي منيح، ما رح تطلعي برات البيت، لانه انا رح دبر كل شيء، وكمان رح دمر الادله كلياتها. وليكي تليفونك هاد ما رح تستخدميه ابدا. بس قليلي اي سياره اخذتي؟ السياره البيضة، سيارتك. بس ما يكون حدا شاف رقم السياره؟ ما بعرف شيء، انا ما كان بدي اقتله ابدا. بترجاك ساعدني ولا تتركني. ليكي ارشي، حل هي المشكله عندي، انتي لازم تسيطري على حالك لحتى نعرف نحل هالموضوع، ماشي؟ بالاول شوفي حالك كيف صايره، قومي فوتي وتحممي، انا بحلها. بدي اقتل مهيك، بس دعست نيف بدالة، يمكن هاد اسمه عصفورين بحجر واحد. المحامي بهاتيا بعد. خدي بنتي شربي شوية ماء. لا لا، حتى نيف يطلع من جوا أنا ما رح أكل ولا حتى أشرب. شوريا، نحن ما فينا نفوت لجوا ونستفسر عن حالته؟ فوت. ماندار ماندار، ليك نيف بخطر. لك انتي شو كنتي عم تعملي مع ابني بالشارع؟ فيك تفهميني؟ عن جد انتي ام مهملة، اكيد كنتي مشغولة مع حبيبك. يا محقق، هاد شو جابه لهون؟ ابنه بحالة خطرة، جاب اذن لحتى يشوفه. إذا بيصير أي شيء لنيف ابني، تأكدي إني رح أقتلك، وكمان أنا رح ورجيكي النجوم بعز الظهر. نيف خسر دم كتير، نحن بحاجة لدم، لازم يروحوا أهله ويعملوا تحليل دم بسرعة. يلا تفضلي مدام. أنا بش تفضلي. روحي معه. تفضل دكتور. طلعت زمرة دم أمه ما بتتطابق مع زمرة دمه. كيف؟ أنت فيك هلأ تاخد من أبوه يا دكتور؟ زمرة دم أبوه بتتطابق، بس آسف ما فينا ناخدها، لأنه طلع دم ماندار ملوث بسبب استخدام أدوية وشغلات تانية كمان.
ما فينا نستخدم دمه حتى لو بدنا هذا الشيء. عفوا دكتور، شو هي زمرة دمه؟ قلي لإلي. بي سلبي، مو متوفرة ببنك الدم عنا. بي سلبي؟ ما في عنا هالزمرة بنوب؟ يا دكتور أكيد فينا نلاقي، قلي من وين؟ أنا بروح بجيبه فورا. لازم تدوري ببنك دم تاني. لا دكتور، ما في داعي لهذا الشيء. فيك تاخد من دمي، أنا زمرة دمي أو سلبي معطي عام. إيه كتير ممتاز زكان، خدوه يلا. تفضل من هون. وقف. دم عدوي اللدود ما رح يمرق بعروق ابني الوحيد. انت صاير لك شي؟ نيف عم يصارع الموت وانت كل همك عداواتك؟ رح اتبرع بدمي لنيف، شو بدك تساوي؟ خلصنا. وقف. ترك لي ايدي، انا عم قلكن دمه ما رح يمشي بعروق ابني الوحيد ابدا. لا تاكل هم، انا رح اتبرع لنيف بالدم ورح ارجع اخده منك بعدين. خدوه من هون بسرعه يلا. ترك. مثل ما بدكم، بس لازم اخذ توقيعه او توقيع امه على الموافقه. ما رح وقع على هاي الاوراق. ما بيهمني اذا عاش ولا حتى بيهمني اذا هو مات. بس انت شو عم تقول؟ ابننا نيف هلا عم يصارع الموت وانت عم تحكي عن شغلات مو منيحة؟ مستحيل اسمح لك تساوي اللي بدك اياه. يا دكتور اللي وين لازم اوقع انا رح اوقع. بكفي فاندانا، انا رح كسر لك اصابيعك اذا بتوقعي على هدول الاوراق. عاشت عيط. تريك. وقعي يا مهيك وخليني شوف شو بده يساوي. بمجرد ما اطلع من السجن اتاكدي انه انا رح ربيك من جديد. شو بدك تعمل قلي؟ انا ماني خايفه منك. أسوأ احتمال انك تقتلني، بس هذا الشيء ما بيهمني. انت حتى ما فكرت بابنك شو راح يصير فيه. وخالتي انت كنتي هلا عم تبهدليني بسببه. هو اناني وما بيهتم غير بحاله، ما بيهمه ابنه. مثل هيك شخص بيستاهل انه يتعفن بالسجن. وكل هاي الفترة فكرت إنه هذا الإنسان غلطان. أنا غلطت بحقه وضربته وأهنته وزليته قدام كل العالم، وكرمال إنه ينقذ نيف عم يعمل كل شي بيقدر عليه وبدون ما يتردد حتى. لك أنا خجلانة إني نادي لك زوجي، ولك أنت روح شوف حالك عن جد بخجل أقول إنه أنت بتكون أبوه. لك ما خلصتي حكي لسه. عاشتك. يلا أمشي أمشي ابني. أمشي دعمي. عفواً. بدي أحكي معك. أها. خالتي شوفي الدكتور وينه؟ هنيك. دكتور طمني. دكتور طمني، نيف كيفه هلا؟ منيح، صار أحسن، جبتوه بالوقت المناسب والعملية نجحت. فيني فوت؟ ايه اكيد. اخي كل شيء جاهز، يلا تعال. خالتي
انتبهي على ميهيك ونيف بغيابي، أنا شوي وبرجع لكم. يلا. شو اللي ممكن يكون مهم أكتر من ميهيك يا ترى؟ ليك أخي، هاي اللقطات. وقف فيكي، رجع الفيديو. يلا. أي أخي، أنا رجعته. فيكي، سجل لي رقم السيارة. ماشي أخي. بدك تعرف لي باسم مين مسجلة هالسيارة. ايه. أنا ما رح أرحم للي عمل هالقصة. أرشي! أرشي! شوريا، شوفي. ليش الشرطة؟ أرشي! لا تحكي ولا كلمة. يا أما بتصرف غير هيك، يا مفتش هي أرشي. وهاد بيكون أبوها، اسمه أرفيند، والسيارة مسجلة باسمه، وهي اللي دعست نيف، اعتقلوها! شوريا، استنى شوي، بدي إياك تسمعني. أنتو شو اللي عم تعملوه؟ يلا اتركوها! تفضل معنا على مركز الشرطة. لحظة، شوريا صدقني كان حادث، كانت غلطة. شوريا اسمعني، بترجع كلهم ما يعتقلوني. استنى شوي اذا بتريد، بس اسمعني شوي. استنوا لحظة، لا تحاول تغطي على اخطاء بنتك ابدا، مفهوم؟ هي كانت رح تقتل ولد صغير اليوم، والدافع هو الغيرة وبس. وانت يا ارشي، للأسف انا اعتبرتك صديقتي، بس انت شو عملتي؟ بسبب غيرتك حاولتي تخلصي من ابنها لمهك. واذا انت مفكرة أبوكي أو أي حدا تاني رح ينقذك، بتكوني غلطانة. رح أضمن إنه تتم إدانتك. شوريا، ليك لا تنسى إنه أنت موجود ببيتي هلا، فكر قبل ما تحكي شي. أنت مفكر إنه فاندانا بتكون نفسها مهيك ما؟ شو أنت فقدت عقلك؟ وكلنا عم نعاني من وراء هذا الشي اللي عم تساويه، وما رح أسمح أبداً إنه تتعذب أرشي بسبب أفعالك. قولوا لي أنتو كيف فيكم تثبتوا إنه يلي عملت هالحادث هي بنتي؟ بدك إثبات؟ ها؟ شوف الصور، اطلع فيهم منيح. الصور تقدمت للمحكمة كإثبات، ورح أثبت إنه أرشي هي المذنبة. شوريا، شوريا، بترجاك ابني، اسمعني، استنى شوي بس، اسمعني. إيه ده بابا؟ إذا شوريا مفكر إني مذنبة وبرأيه لازم أتعاقب، أنا جاهزة. أنا بحب شوريا كتير، ورح أعمل كل شي لأثبت حبي لإله. مو على الحب، رح تتعاقبي لأنك ما بتفكري. أنتي هلأ ما عاد فيكي تخدعيني أكتر من هيك، لأنه انكشف وشك الحقيقي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.